بينضم لنا الان كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق للحديث عن حراس مرمى اليوم ان شاء الله. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا كابتن. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يعزك يا كابتن. ربنا يخليك بخير والله. الحمد لله. ايه الاخبار النهارده؟ الحمد لله. اعتقد مباراه صعبه على الحارسين عشان حاجه واحده بس، ان الهواء هناك في الملعب. الملعب الهواء فيه خاصه على الجون ناحيه اليمين بيبقى قوي جدا جدا. الهواء متغير، مش ثابت في اتجاهه. بيفكرنا زمان، كان في زمان ملعب السويس. السويس وعجرود. مفيش زي عجرود يا كابتن. وتلاقي الهواء ضدك طول الشوطين. بالظبط كده. هما بياخدوا الهواء الشوط الاولاني وياخدوه الشوط الثاني برضه. ايوه صحيح، متفقين مع الهواء. المهم اعتقد المباراه بتبقى صعبه في اجواء مثل ملعب الجونه. الملعب فيه تكه صغيره كده، ان الملعب نازل لتحت في اتجاه الهواء، فالجون اللي هناك بيبقى اعلى من العارضه دي، بتبقى اعلى من العارضه دي. يمكن الحراس اللي لعبوا في الملعب هم اللي يبقوا حافظينه كويس وعارفين يلعبوا فيه ازاي. طب وجهه نظرك انت كحارس مرمى، اخد الشوط الاول الهواء معايا الاول ولا ضد الهواء؟ لا، الهواء معايا الاول. الهواء معايا الاول. ليه بقى يا كابتن؟ لان الهواء ممكن، الهواء متغير. ممكن يبقى معاك الشوط الاولاني وتلاقيه في الشوط الثاني اتجه اتجاه ثاني، يا اما عكسك يا اما معاك ثاني. ايوه. فعشان كده اتمنى ان طبعا الشناوي عنده من الخبرات انه ياخد الهواء الشوط الاولاني، ولكن ده ملعبهم، فاعتقد برضو ان هم عندهم عزيز. نفس الخبرات دي وعارفين نفس القصه، فهتبقى خناقه في القرعه زي ما بيقولوا. ايوه صحيح. ماشي. نرجع للمباراه. الشناوي مسعود بقى. الشناوي مسعود، نبتدي بالشناوي. الشناوي اعتقد انه في مرحله كويسه جدا، ماشي كويس. يمكن الراحه زي ما اتفقنا، المباراه اللي ريحها ولعبها مصطفى شوبير اثرت عليه بالايجاب، ويمكن الماتش اللي فات زي ما قلنا كان في تدخل في الكره، الانفراد اللي شالها من قندوسي غيرت نتيجه المباراه وكسبتنا المباراه بعد الهدف بتاع قفشه. ليه تصديات بتغير المباريات. اعتقد النهارده لازم يكون عنده نقطتين مهمين جدا، التمركز ورا خط الدفاع بصوره متقدمه شويه، لان هم بيعتمدوا على الكره الطوليه المرسله من الخلف للامام ورا الباك رايت والباك ليفت، خاصه اللاعب الطرف الشمال بتاعهم ارنو اللي هو اللعيب الموزمبيقي. عندهم جابرييل راس حربه قوي جدا، بيقطع على طول على الاولانيه، فلازم الشناوي يكون بيكلم السرد باكات بتاعته انه يبقى متواجد على الاولانيه بصفه مستمره، لان الاسترايكر هم معتمدين على ان ارنو بيعدي، بيعمل كورسات لجابرييل من اللي جاي من تحت، او محمد ممدوح بيعمل كورسات لجابرييل اللي جاي من تحت، فبيعرف يتحرك عليها وبيركب جامب بتاعه عالي جدا. صحيح. عشان كده لازم الشناوي يكون مركز في الحته دي، ولازم يوجه خط دفاعه خاصه للعرضه الاولانيه. عندهم بالحاج بيعمل ثرو باسز كويسه جدا جدا، لازم الشناوي يكون قريب من خط دفاعه عشان يقدر يخلصنا بدري ان شاء الله من الكور دي. عندهم الشوتنج مميزين فيه من نص الملعب، في كذا لعيب عندهم بيشوط. ارنو ده واحد من الناس اللي بتجري كتير جدا، ولكن لو اول ما بيشوف خط ال 18 في اي وضعيه بيشوط، ودي ميزه. احمد بالحاج بيركن، يعني احمد بالحاج انا كنت معاه في اسوان، ميزه احمد بالحاج انه لما بيعدي بيبص الاول، ما لقاش اي حاجه بيقوم عامل ببطن رجله في البعيده، ودي ميزته وبيعرف يعملها كويس جدا. عشان كده لازم الشناوي يكون مركز كويس قوي. عندهم الثوابت بتاعتهم مهمه. كابتن علاء بعال طول عمره، انا لعبت معاه 5 سنين، طول عمره بيعتمد على تقفيل اللعب واللعب على الثوابت. فاعتقد لازم الشناوي يكون ممسك خط ظهره كويس جدا في الثوابت، ويقدر يتحرك ويحرر نفسه في ال 18 كله عشان ياخد الكروسات ويريحنا. اعتقد ان شاء الله هيكون ليه دور ايجابي ان شاء الله في مكسبنا للمباراه. الناحيه الثانيه احمد مسعود حارس جيد جدا، بيمتاز بفرط الحركه وفرط التوقع. فرط الحركه وفرط التوقع دي حاجه ايجابيه او سلبيه. ساعات فرط الحركه بمعنى انه على طول عنده سرعه رد فعل كويسه جدا، يصد الاولانيه يقوم يصد الثانيه. فرط توقع عنده، بيعرف يتوقع ضربات الجزاء، بيعرف يتوقع فاولات، لو حد جاي له انفراد بيتوقع بيحطها فين، فبيعرف يروح. عشان كده لازم اتمنى من اي سترايكر او اي مهاجم رايح لاحمد مسعود يصبر سنه صغيره، هيلاقي احمد مسعود فتح له زاويه وفتح له زاويه. عنده احيانا في التعامل مع الكرات العرضيه بشوف منه بعض الاخطاء. واحده واحده. في التعامل الفرط اللي زي ما بقول لحضرتك، فرط الحركه ده ساعات
بياخد قرارات متسرعه فبيطلع خلف خط الظهر وبيطلع في الكروسات يعني بياخد خطوه بالدفاع. استباقيه آه. ايوه بندفاع بياخد خطوه استباقيه ما بيقدرش يردها فبيكون سبب في انه يدخل فيه اهداف سهله ولكنه في العموم حارس جيد عنده قدره تقفيل الزوايا عنده مميز جدا 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 ولكن الزاويه البعيده بالنسبه له بتمثل مشكله شويه في الشوتينج العالي والمتوسط بيعرف يتعامل معاه انما الشوتينج على الارض بيبقى بيمثل له مشكله يعني ممكن تبقى اسهل لنا في ان احنا لما يبقى في شوتينج ما يبقاش ولا عالي ولا متوسط يبقى على الارض احسن ويا ريت ما يبقاش في الضيقه يبقى في البعيده هتبقى بالنسبه لنا اسهل ان شاء الله الكرات العرضيه بيعرف يتعامل معاها كويس ولكن ساعات كتير زي ما بقول لحضرتك عشان هو عنده فرط توقع فساعات بيخش في السرد باكات بتاعته ايوه بالظبط لو عندنا مهاجم قدر يخطف من قدامه ان شاء الله هنقدر نحرز واتمنى ان موديست النهارده يكون بدايته ويقدر يحرز النهارده في احمد مصطفى كلنا نتمنى ان شاء الله ميرسي يا كابتن شكرا جدا يا احمد ولينا لقاء بعد المباراه ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن اتمنى التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي تحقيق الفوز خلصنا كلامنا